تحية طيبة أحبابي من مطبخ أم بنونة، ورجعت لكم اليوم فيديو جديد أتمنى ينال على عيني. هذا سويته بيوم الفوز مالتنا، العرس الخليجي، العرس العراقي اللي هو كان أسعد أيامنا ومن أجمل اللحظات اللي مرت علينا. صار عدة سنوات ما شايفين هذا الفرح وهذا العرس الجميل، عرس العراق، العرس البصراوي، العرس الخليجي. طبعا من أجمل ما يكون، مباراة من أجمل ما تكون. ما شاء الله كل الناس العراقيين وحتى الخليجيين كلها فرحت بهذا الفوز، والعراقي يستاهل هاي الفرحة الكبيرة وفعلا يستاهل، وربي ما قصر الحمد لله. وأحب أن أنتهز هاي الفرصة وأقول إن أفتخر أنا بصراوية، والنعم من أهل البصرة ما قصروا وجاي نشوفوا مواقع التواصل، وشفنا كثير من الفيديوهات نزلت ونشرت وتتكلم على طيب وكرم أهل البصرة وعلى طيبتهم وعلى بيوتهم فتحوها للخليجيين وما قصروا، وحتى أهل الخليج وين ما جاي يتكلمون ويرحون يحجون على العراقيين وعلى طيب العراقيين. فالحمد لله رب العالمين على هاي الصفة الحلوة، وإن شاء الله يا رب ويدوم الفرح. ونحب نشكر الأبطال اللي هم أسود الرافدين، أبطال المنتخب ما قصروا وفرحونا وما قصروا، كل ساهم، كل إنسان ساهم من مسؤول إلى إنسان عادي بنجاح هذه البطولة الحلوة اللي فرحت العراقيين. نحب نشكره، وأحب أن أوثق هذا الفيديو البسيط اللي بيه لقطات بسيطة. أنا طبعا ما رحت للملعب، بنات طلبوا من عندي، سيدات طلبوا من عندي أصور لهم الملعب من داخله وأنزل لهم. الصراحة ما رحت، أعتذر منكم، بس راحت بنتي وراحوا أقاربنا وجوا سولفونا على الأجواء الحلوة، بس إحنا بقينا بالبيت وسويت هاي التحضيرات البسيطة وقعدنا شاهدنا الكرة واستمتعنا بهاي اللعبة الحلوة اللي صار سنين ما فارحين هاي الفرحة. فألف الحمد لله رب العالمين، يا رب دوم الفرح للعراق لأن العراق يستاهل. العراق سنوات طويلة من التعب ومن الحرب ومن كل شيء مر علينا، فنستاهل هذه الفرحة، نستاهلها والحمد لله. وأحب أن أترككم هاي اللقطات الحلوة اللي راح تبقى تذكار، وبعدين بعد ما نشوف هاي اللقطات طبعا من ورا الفوز احنا طلعنا رحنا منطقتنا شوية، اخذنا بنونة بالسيارة، اخذ بنونة وعبوسي وافترينا شوية ورجعنا شفنا الاجواء الحلوة مال اهل البصرة. طبعا هو كل العراق بهذا اليوم ما شاء الله، بغداد وكل المحافظات. اترككم تشوفون هاي اللقطات وبعدين راح ارجع لكم. شفتوا هالفيديو ان شاء الله يبقى ذكرى حلوه ودوم يا ربي، ان شاء الله اجواءنا وايامنا كلها سعاده وفرح. طبعا هنا أنا حبيت اتكلم هذا الديكور الاخير اللي سويته للبيت، وبنفس الوقت ابنيه حبت تسال وسالتني هي، حبيت اجاوبها هنا. طلبت من عندي، هي جايه تاثث بيتها عروس، فرادت اثاث بسيط وفتشي أنيق يعني بالبيت ما يتعبها وما يتغير موديلها. طبعا من الألوان اللي ما تتغير بالأثاث والديكور والحائط والورق وحتى الفرش، الألوان المحايدة اللي هي ما تنتهي، يعني حتى لو يبقى الموديل يتجدد على مر السنوات الألوان هاي تبقى ثابتة. فأنت دائما خلي ألوان بسيطة وفواتح، يعني إذا خليتي التخم مالتك مثلا مودرن وتردينه أنيق أو بنقشة، لازم الفرش يكون سادة، وإذا تردين فراش بي نوع من الزخرفة أو الفتشي أنيق مرتب هندسي، فأنت تخلين التخم مالتك سادة، يعني يصير العكس. وبنفس الوقت إذا حبيتي تأثثين غرفة النوم، سألتني على غرفة النوم، غرفة النوم لا تخلين هوايه الصراحة الموديل مع الغرفة، الغرفة الضخمة يعني اللي قبل دائما نحب نخلي، فخلي جدا أشياء بسيطة بغرفة النوم، مثلا كنتور سادة أبيض، الشرباية تكون أنيقة جدا وبسيطة جدا، اللون مالت الغرفة يكون هادئ على مود النوم، يعني الإنسان يرتاح بنومته، ولا تخلين هواي شغلات زايدة وإكسسوارات أبد ما يحتاج، فهاي ما أنصح بيها. وبهالشكل هذا أتمنى أكون استفاديتي من هاي الأفكار. أنا طبعا عندي مربى مسويته ضفتها لكم بنهاية الفيديو،
إذا حبيتوا هذا الفيديو لا تنسون تشاركوني واللايك، ولا تنسون متابعيني تخلوا تعليق، وهاي إذا تحبون هالطريقة أنزلها لكم، موجود الرابط مالتها مع ألف سلام.